والله احنا في السنة فرط هنا وقاعدين بهالمكان ما عندنا والله وين نروح يعني ما عندنا لا عندنا امكانيه ناجر ونطلع وها صار لي بيها يجي 4 سنين بالشتاء نغرق زين وبالصيف ما اشكال حتى الفجريريه وفار عقارب حياه اشكال تطلع لنا يعني تكرمون انا الخزان يوميا على واحد نكرفه نكرفه كرف يعني ما مجاري ما عندنا وهي انا هالسفه واقعه لا بيبان لا كل شيء ما بيها ومجبوره والله شو اسوي انا اروح والله لا تعويضات ولا حد يجي علينا ولا حد شافني الشمال والله تكرم الشباب يوميا الشباب القاها جوا اي والله حتى باب يعني يستد علينا احنا نحط الدبه وراه يعني ماكو كل ما نحط باب تبوط الحياطين رايحه تنزل الباب ما تنسد اي والله خطر عطفه عندنا غرفه واقعه والله يطبون بيها انا مرات اخاف عليهم اجي وراه ما اطلع يعني حاطه بيها اغراض ومهدوم وملابسهم كلها بالغرفه الواقعه السقف مالها واقع راديو الغد وطن يمتد.